الشناوي وعن وليد سليمان وعن أيمن أشرف. سمعت وكل السادة المشاهدين سمعوا معسكر بمعنى الكلمة كابتن إسلام، ما فيش حاجة خالص هتتعمل، كل الناس هنا تركيز نوم وتمرين وأكل، التغذية شيء مهم جدا، وزي ما قلت حضرتك وصول الرباعي الدولي. اتفضل يا كابتن. لو يعني عايز اسالك عن، هل اتكلمت مع اي حد فيهم؟ طبعا هم شكلهم واضح جدا قد ايه الحزن ماليهم ومالي. اتفضل يا كابتن. مع حضرتك. اتفضل يا كابتن. ومالي عينيهم، وعبل ما توصلك بقى عمر، ومالي عينيهم والكلام ده كله، لكن هل اتكلمت مع حد فيهم؟ هل سالته عن انطباعاته، ايه اللي حصل ولا لسه؟ بص يا كابتن اسلام، حضرتك يعني كنت لاعب كره نجم وعارف ان المواقف اللي زي دي لازم الواحد يكون ذكي جدا في التعامل معاها. احنا كبعثه اعلاميه ما ينفعش ناخده كده على ايه، يعني ناخده على مشامه زي ما بيقولوا ونبدا حوارات وكلام معاهم. هم اللي وصلوا بالسلامه، كان حصلت بس مشكله بسيطه للشناوي في مطار برشلونه ان شنطته ضاعت فجبناها، او المنظمين جابوا شنطه الشناوي. فتخيل بقى حضرتك هو كمان جاي من سفر طويل وشنطه ضاعت، وبالتالي بقى يعني هم جايين من تعب، فسلمنا عليهم واكتفينا ان احنا نسلم عليهم. زي ما حضرتك قلت هم لسه يعني فعلا الحزن مالي عينيهم جدا، وهم لسه متاثرين بخروج المنتخب. لكن يا كابتن اسلام بصراحه يعني تحسب لاداره النادي الاهلي الفنيه والاداريه ان هم قرروا في وقت قليل جدا ان هم يكملوا اجراءات التاشيرات الخاصه باللعيبه، حتى لو هيجي وقت قليل، علشان خاطر لو حد بيسال هم جايين 3 ايام بس، يعني هل الموضوع مستاهل ان هم يكونوا موجودين 3 ايام فقط لا غير؟ اقول لحضرتك طبعا مستاهل. مستاهل ان هم يكونوا موجود وسط الفريق، نفسيا يكونوا احسن عشان يخرجوا من الجو السلبي اللي موجودين فيه مع منتخب مصر، يخشوا الى جو ايجابي وجو منافسه على بطوله دوري. شناوي، وليد سليمان، ايمن اشرف، مروان محسن، كلهم 4 مؤثرين جدا، وبالتالي كمان تبقى فرصه لمستر مارتن لاسارتي ان هو يطمن عليهم في اخر لقاء ودي قبل انطلاق البعثه يوم الثلاثاء القادم. لكن اوعدك يا كابتن اسلام بكره ان شاء الله هيكون معانا، او هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد نجوم المنتخب علشان ناخد رايهم ونسمع منهم، وكمان عايزين يعني نفسيا ان هم يكونوا افضل بكتير علشان خاطر وجودهم مع النادي الاهلي كقوه ايجابيه وقوه مؤثره مع النادي الاهلي خلال اللقاءين اللي جايين ان شاء الله لا غنى عنه ولا شك عنه. وان شاء الله نتمنى ليهم التوفيق. لو عند حضرتك اي سؤال قبل ما اختم مع حضرتك. لا انا بشكرك جدا يا عمر، ودايما متالق، ودايما الحقيقه عامل شغل رائع انت وكل زمايلك اللي موجودين معاك، ودايما الحقيقه يعني عاملين لنا طول النهار تغطيه رائعه جدا جدا لما يحدث في معسكر النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا عمر، ومنتظرين ان شاء الله بعد الحلقه مجموعه من الاسئله المهمه جدا لحسين السيد والعمر جمال ان شاء الله. شكرا جزيلا يا عمر. شكرا جزيلا.